تحت قيادة الحكم السيد زكري ليبو بمساعدة مزالي ولاميني لصالح دوب على الجارسة، ولكن يتدخل الدفاع ومخالفة لصالح دوب وحيد في تنفيذ مخالفة مباشرة لسيسلطني. سيسلطني أرضية، كرة كرة جانبية، أول فرصة ثمينة جدا لفريق مولودية الجزائر بواسطة هذا اللاعب فايسكا. ماهوش بالسهل انه يمر فايسكا على سلاطني مراد صاحب الخبرة الكبيرة. براس امام سلاطني ناحية فايسكا امام اربع مدافعين، واول هدف لصالح فريق المولودية عن طريق دوب. يسجل اول هدف بعد خطأ في المراقبة من جانب رائد القبة. دوب محاولة كانت من فايسكا ورقصة من دوب على الطريقة الافريقية في هذا الهدف اللي حرر انصار مولودية الجزائر. البوتيل دوب يتوصل الى فتح باب التسجيل ويتوصل الى هز شباك مرمى فريق رائد القبة بهذه التسديدة، وكانت الكرة ضربت بأحد المدافعين. سنشاهد ذلك بالعرض البطيء في هذه الكرة لفايسكا، جميلة جدا بعد المراوغة، ثم وصلت الكرة جاء رائعة وضربت الكرة فعلا بأحد المدافعين وراحت إلى شباك الحارس أوسير. فايسكا لبورا